السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدين الكرام. في فقرة سلمان جاكو برنامج ضد رصيدك، البرنامج الأضخم على شاشة المليار، شاشة بداية. فقرة مختلفة، فقرة جديدة، فقرة أساسية، بيكون للمتسابقين يعني جهد عظيم للحصول على الصقر اللي قدامكم. الصقر طبعا بيشوفونه اليوم لكن بيختفي منهم، ولا راح يشوفونه الا في الحفل الختامي. من هو صقر جاكو في زد رصيدك 9؟ عم منيب طلعنا من جو الرعب وشغلنا الشاره الجميله وخلى المتسابقين يتوجهون لساحه الابداع. نبي زي الطابور الصباح يسخن، يلا عيال اسرع. ويا ابو ملاهي يا ابو ملاهي، هلا لك يا بطل يا ابو ملاهي، يا ابو ملاهي يا ابو ملاهي، هلا يومك يا بطل يا ابو ملاهي، يا ابو ملاهي يا ابو ملاهي. كذا يلا يلا عيال تسخين يا ابا. يا سلمان يا أبا، إيه العظمة دي
يلا عيال عيال يلا عيال نبي نوقف نبي نسوي تمارين قبل لا نبدا شرح آلية الفقرة بسرعة كلنا نوقف عيال اسرع كذا يلا يلا يا عيال يلا 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 طابور 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 صباحي بسرعة بسرعة البرد ذبحنا عيال اسرع 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 يلا يا متسابق اسرع وحش 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 بسرعة 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 اسرع 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 جلوس 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 يا عيال وقف 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 اسرع 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 برد 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 اسرع اسرع يا نوار ابطال ابطال عيال بيض الله وجهك ارحب فيكم يا عيال ومرحبا بكم مليون وارحب بالمشاهدين خلف الشاشات استريحوا عيال بشرح لكم اليوم آلية الفقرة بإذن الله الفقرة بتبدأ رسميا من الأسبوع الجاي زين الفقرة تبدأ بإذن الله في الأسبوع الجاي الكاميرات يا وحش يا لعيب ها أنت تبيها تبي ليلي تبي في الأسبوع أبدا أبشر بسعادك كل يوم لا ما في الا في الاسبوع مره والله كان ودي اجيكم كل يوم يعني لكن ما في الا في الاسبوع مره الله يرحم والديك شكرا اعطوه 6000 نقطه يستاهل طيب يا عيال الفقره كل اربعاء الساعه 10 باذن الله اليوم تاخرنا شوي قولوا ليه ما ادري بس تاخرنا لكن ابشروا بالعوض الاسبوع الجاي نجي على الوقت بدري زين اليه الفقره عيال صراحة مسجلها في الجوال عشان ما لخبط يعني. لا الجوال الثاني معلش. تقرب الجوال تقرب الجوال من يبي جوال؟ أنا أنت؟ أقسم على حسن العجمي كم؟ استبعاد؟ لا 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 صل على النبي يا أبو سلطان أبو سلطان ترى في الكنترول. في الكنترول. انتبهوا يا عيال. والله نسيت شكل الجوال. طيب الفقرة كالتالي ما راح تكونون أنتم بس بيكونون معكم ضيوف بيكون معكم ضيفين. من الضيوف جاكو حلو ضيفون الضيفين هذولا ها يعني ما كلج يا ولد جمد يا ولد من اللي قال ذا منو منو كذاب مساعد ما ضامك تعلم على اخوياك كذا انت تقعد داخل الفصل تعلم اخوياك دبوس الفصل انت ها طيب بيجيكم ضيفين كل اسبوع من جاكو حلو الضيفين راح يشاركونكم النقاط بتكونون مجموعتين المجموعتين بإذن الله بنعلن عنهم في الأسبوع الجاي قرعة مجموعة ألف ومجموعة باء انتظروا أسامي المجموعات في الأسبوع الجاي الضيفين بيكون عندهم جهاز كاشف الكذب الضيف اللي بيكذب ترى مجموعته بتاخذ 1000 ريال خصم والضيف اللي بيصدق مجموعته بتاخذ 1000 ريال كيف نضغط على الضيوف؟ كيف تضغط عليهم؟ ضيفك الضيف اللي بيمثل مجموعتك لازم تشجع لازم التعاون أنت وياه بحيث أنه ما يكذب ويصدق حلو هذا رقم واحد الشيء الثاني بحيث أنه يكسب نقاط في الألعاب الحركية بنجيب لعبة حركية بتكون ثابتة في طول البرنامج الشيء الثالث يا أخوان اللي هو اتصالات الجمهور عندنا 4 اتصالات أنت وجمهورك جمهورك يقرر يعطيكم النقاط ولا ما يعطيكم النقاط كل ضيف عنده اتصالين حلو بنهاية الحلقة بيكون عندنا مجموعة فائزة أكثر مجموعة تثبت اسمها في التاج أنتوا عددكم 26 تكونوا 13 13 فرق دعمكم بإذن الله إذا حددنا المتسابقين في الأسبوع الجاي بيتعاونون 13 فريق دعم مع ضد 13 فريق دعم أكثر فريق دعم يثبت اسمه بالتاج بيهدي جميع المتسابقين اللي في المجموعة 1000 ريال كل واحد 1000 ريال حلو الشيء الأخير واللي هو يعني أتوقع أنه بيسبب يعني زلزلة في القرية اللي هو صقر جاكو من يقول أنا صقر جاكو أنا أنا من صقر جاكو أنا عندي صقر صقر مشروب فنجان والله العظيم يا كلكم انكم كفو أنا ما أقول أنا أفعل أنت أفعل كفو كفو يا حمد الصدام طيب من اللي على الصدام كلهم وحش بطل بيض الله وجه الصدام ويطبق الحكم إيه هذا الحماس هذا الكلام طيب عيال عندنا صقور بنجيبها لكنها سمول مو بنفس الأخ هذا حلو الصقور هذه المتسابق اللي يجيب صقرين بياخذ 2500 ريال وفوقها جوال. حلو؟
جوال يبث بالجوال صقرين دعم بث في جاكو صقرين ايه كيف يعني؟ كيف بتكون في آلية تصويت، التصويت هذا بيكون عن طريق جوجل، تصويت جوجل بيبدا قبل الفقرة بثلاث ساعات بإذن الله، بيستمر من الساعة تقريبا 7 إلى بداية الفقرة، وبنعلن عن المتسابق الحاصل على الأكثر تصويت. المتسابق الحاصل على أكثر تصويت بيكون معه متسابق ثاني بيتنافسون في تحدي لايف جاكو لمدة 5 دقائق، أكثر متسابق يحقق سكور معين. أول متسابق يحقق سكور معين. المتسابق هذا بيحصل معنا على الصقر. الصقر هذا. مو بهذا، هذا في الحفل الختامي بتشوفه. أكثر متسابق يجمع صقور هو اللي بيأخذ الصقر هذا في نهاية البرنامج. بيكون مع بيكون هذا الصقر موجود وبيكون معه مبلغ مالي. الشيء هذا يحدده قوة جمهورك وقوة أنت المتسابق. والجوال إيش وضعه؟ إيش تبي تبي جوال؟ 2500 وجوال ما ادري اي بتبث بالجوال بث عن طريق حساب القناه احنا الحين اللهم لك الحمد عندنا حساب بدايه ومقوه طنخه فتحنا حساب ثاني بدايه سلام حلو حساباتنا كلها موثقه وحساباتنا كلها موثقه حتى احنا انتم ان شاء الله بتوثقون وثقونا معكم خلاص بنراجع المدير اي بنراجع المدير المدير ابو عبد الله اذا انت موجود وتسمعني بالله شوف لنا موضوع الشباب في التوثيق طيب وجيكم عيال لبيه ابو عبد الله تسلم اوكي خلاص ما الاربيز معلق شو المهم يا اخوان انا اشوف فيكم روح التنافس متسابقين حضوركم كان قوي انا حسدكم على المكان صراحه مكان جدا جميل لوكيشنات جدا حلوه وجديده مختلفه يعني انا كان ودي صراحه اعيش في الجو هذا صراحه انا قد عشت في الجو هذا لكن ودي ارجع واعيش نفس الجو هذا عندكم تحس انك في طالع كشته تحس انك مره في بر تحس مره انك في جلسه تحس مره انك في جلسه رسميه تحس يعني تنوع في اللوكيشن جدا عظيم صراحه انا حاسدكم على الشيء هذا وحاسدكم انكم في زد رصيدك 9 زد رصيدك البرنامج الاضخم اللي بعد الله بيكون نجاح عليكم انتم المتسابقين ابشر بان الله وانتم كفو قد هذا الشيء حلو الشيء الثاني او الشيء الثالث او الرابع او الخامس السادس السابع الى اخره نبي شاعر يصحل الان يسمعنا شنو ساعد انا يا ابو ملحي طيب من اول ما تكلم عند ابو لبن اسلم 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 يا ابو لبن موضوع معين اصدع بصوتك اللي تبي اصحل لا اله الا الله حق اوقف ولا اجلس ايش ودك انت كل واحد انت اللي تبي سامن بديني عزتي اخلاقي الله رغم اتساع الجرح في اعماقي صقر انا حلقت وحدي عاليا تتقاصر الافاق عن افاقي تالله لم اهبط وكنت اراهم يتقاسمون غنائم الاخفاق فرموا سهاما طائشات انما لم ارمي الا نظره الاشفاق زودت قلبي بالرضا فاذا به عند اعتلال مواقفي ترياقي أيخاف فوت الرزق قلب مؤمن متعلق بمقسم الأرزاق صقر أنا خفق الجناح يمدني بتوهج كم شع من أحداقي صقر أنا تلك السفوح تركتها للسائرين بها بغير خلاقي وشمخت عزا لا تظنوا أنني متكبر ما الكبر من أخلاقي لكنني أحرقت مهجة حاسدي لما شمخت وهمه إحراقي صقر أنا خفق الجناح يمدني بتوهج كم شع من أحداقي فكأنني شمس برغم البعد لم تبخل على الرائين بالإشراق للطين قيد سام روحي فارتقت نحو السماء وللتراب الباقي الله الله أكبر عيسى جرابة صح لسانك صح إيش لقبك أبو لبن قبل لا تدخل البرنامج؟ شاعر الكون شاعر الكون هل أنت يعني في البرنامج لازل شاعر الكون؟ أبو لبن شاعر والله العين يا ابو لبن والله لا صف قلوبنا اسلم يا مساعد سم العدوك دقيقه خلينا بس اشوف عنده مش وش عندك قصيده قصيده اول شيء بناخذ من ابو فمين عقبه بنرجع لك لانه طلبني اسلم سلمت يقول من كلام الناس ما سلم الرسول يا سلام من كلام الناس ما سلم الرسول هادي يا لمه عليه افضل سلام يعني لا تهتم من هرج الخبول واعرف ان الضرب فالميت حرام يعني لا تهتم من هرج الخبول واعرف ان الضرب فالميت حرام المنافق
يعجبه طبع الزعول يستثيره بالجدال وبالخصام والرجال الفاهمة وأهل العقول ما تلقي للردي أي اهتمام ومثل ما الله حط قوة في الخيول الله ألهمنا على صنع اللجام والزمان يعلمك صنع الحلول وانعدام الصبر يعني الانهزام كل نول الفكر رغبات وميول بس تربطنا مبادئ الاحترام كل نول الفكر كل نول الفكر رغبات وميول بس يجمعنا السلام ولا تضايق من تقلاب الفصول واعرف ان النور جلاي الظلام التواضع يلبسك ثوب القبول والقبول التواضع يلبسك ثوب القبول والقبول يصدرك الى الامام باختصار الوضع وما ودي اقول صاحب الافعال ما يدنا كلام يا سلام على راسي على راسي اخر مشاركه من مساعد السلام عليكم سلام امسك بالخير امسك بالنور ابو ملاهي انا احمد الله على حاجه يا سلام انك انت اللي لقبتني شاعر الكون انت سلمان بن ملاهي الله هذا اول شيء ثاني شيء قصيدتي عن جاكو وقناه بدايه يا سلام اذا بتسمح لي اصدح فوق المنبر تفضل اصدح سلامي يا القوه العظيمه يا قناه بدايه بدايه قناه تحكم المتسابق والمتسابقين ان كان جينا الجاكو بفندها لك حرف حرف الجيم القوه والالف الاصرار وحرف الكاء قفلنا ملفك وحرف الواو سلام على الدنيا ومن فيها صح الزول صح الزول طبعا صح لسانك يا مساعد بهالمناسبة بيكون في تحدي شرس بإذن الله نشوف عاد من مشاعر الكون من اللي بيستمر لأن نهاية في تحدي بين أبو لبن ومساعد من هو شاعر الكون سلمان ايه؟ سلمان لبيك. وما يدري الثورة أني عنترة لا 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 يا قم لي قم لي مشينا مشينا والله قوي خلوه خلوه الشاعر سعد بن جدران قال ماني بشاعر الله الله يرحمه الله يرحمه يطول عمرك ان شاء الله مساعد طيب ابو لبن يعني انت شاعر الكون الله يوفقك يا رب الله يجعل حياتك كلها لبيك اوه تصريح تعدى الكون يعني لا كواكب جزء من الكون شوف والله شوف شوف لما تكون مثقف وتابع اخبار وكذا شوف يعني اقالك الكواكب من ضمن ايش كيف عرفت المعلومة هذه؟ أكيد عن طريق إيش؟ أكيد هذه حق حدث الآخر بما يعقل الكرة الأرضية مسطحة ولا كرة؟ وإذا إلى الأرض كيف سطحت؟ مسطحة الله يرحم والديك والديك هذه آي آي الله يجزاك خير طيب اسمع إيش كنا نقول نرجع موضوع الصقر طيب صقر صقر بن بلال وصلت السلام هل إنك بتأخذ الصقر نهاية البرنامج ولا؟ الله يكتب لي فيه خير ان كان فيه خير من الله يهيئه وان كان ما فيه خير من الله يلد بابه تعلن تحدي طيب كيف تعلن تحدي انا طال عمرك جاي انه تحدى على المركز الاول في البرنامج كله مو على الصقر كفو 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 نعم حلو كفو يا صقر وانت ان شاء الله انك قدها واخويا كلهم قدها وقدود ما عليك لكن انا اتكلم عن الصقر المركز الاول باذن الله نقاطك تحدده في البرنامج الله ما ندري هو انت تكمل نهايه البرنامج او ما تكمل لكن نتكلم عن الصقر الصقر تقدر تاخذه نقول باذن الله الله يجعل فالك طيب دحام انا جايب صقر للقريه صح ولا الله يرعى وجهك جبت صقر الله يرعى وجهك راح ايش واسل اسمع جبت صقر راح النص يا عاير الله يرضى لي عليك خليني احكي لا القمك في وحده والله تروح مريت انت يلا يلا اسمع جبت صقر وخليته معي وديت هاليوم وانت جبت طيرك وباذن الله اني وديت ذاك وباخذ ذا يعني دحام تركيزه مو هو على المراكز بيكون تركيزه والله ما يشله كلها باذن واحد احد يعني ناوي تاخذ المراكز كلها باذن واحد واحد اثنين ثلاثه ما يشله باخذ شوف عيني على الاول على نجم الجمهور وجيتني في ذا وانا ابي احرص على ذا زود لانها فقره كنت الله يرحمه والشيء اللي لك انت والله يعني لي كثير لاني ما عدم راسك اي والله باذن واحد احد اني احطه جنب فزاع جعلني مع دم راسك الله يجعل فالكم توفيق كلكم بالمناسبه اشاره كلمات دحام والطواله الله يبيض وجيهم اجاك ابيض كلنا لك يا حلو ومن اداء اول امرك نواف السنه نواف وينه؟ موجود هذا ايش فيه؟ ها؟ ايش فيه؟ بس تناقز ما تخلي لوكيشن والحين جايني لا الفقره تتطلب الهدوء
ما تطلب هدوء. لا ما تطلع. يعني اطلع فوق اعطيكم قصيده. الجيم القوه. الروح الحلوه هذه بتخلي النسخه باذن الله ما تنسى في اذهان الجمهور. انا اشوف في الشاشه والله اني ما تابعت مره لكني اشوف بعض اللقطات اشوف في تلاحم جدا جميل بينكم. انتم بتكسرون الدنيا باذن الله. يعني انتم اتوقع انكم تقفلون ملفات برامج كثيره ان شاء الله. اراه بين عيونكم خلاص يعني. والله اني اضحك نابك يا سلمان ملهي وانت افرح. كوفو كوفو لا انت ولا ابو عبد الله والباقي. كوفو كوفو صفقه صفقه يا سلام. ايوه انت رتبت انا رتبت. اسلم تعرف تحس تقول برنامجنا اي برنامج استديو. لا احد يقرب استديو حلقه خاص. احنا قلنا برامج الثانيه فهمت. ما نبي نرجع للاستديو. خلكم على زد رصيد ان شاء الله نقدم اللي فيه خير. اللهم امين. كلهم عندهم معنويه قويه يبون كل مراكز. لكن اوه لا دقيقه خليني اشوف بلا شغلنا نغمه رعب يا عمي. احس في تصريح بيزلزل اليوم القريه هنا. لا ما هو بتصريح ولكن باذن الله انت ان شاء الله عارف فيه منافسه وفي شيء ان شاء الله كل واحد عنده شيء من مواهب من سواء صوت او شعر او تمثيل او يعني انا من الناس اللي كنت في ساحه انشاد ما توقعت ان في يوم من الايام بكون في هذا البرنامج ولكن نقول الله يوفقكم لكن تتعبون شوي في المراكز. بيتعبون المراكز. اي مركز بالضبط؟ ها حمد عينه على اي مركز؟ والله طبعا دائما ما ودي اصرح وانصرها بس حن دايم الاول. الله يجعل حالك تسوي. اهم شيء انتبه من البرايمات. ها البرايمات ترى تخوف. من؟ برايمات. من برايمات. ما عليه برايمات. يعني ممكن تصرح للحين والبرايمات اللي بيجي تطلع. اللي كاتبه الله بيجي. الله يجعل حالك تسوي. ان شاء الله اني قريب. اخوياي. الله يجعل حالك متوفيق. حاتم. نبه. شو تقول؟ أقول أول شيء شكراً على حضورك. الله يرحمه. صراحة كنا بأيام ماراثون كنت مونسنا. الله يسعدك. إي والله أنا أقولها. هذه مجاملة ولا؟ لا والله أنا أقولها وأنا صادق. إي والله أنا أقولها من قلبي والله. الله يرحمه ولدي. كان أيام ماراثون حضورك يعطينا جو. حلو. وأنا أصلاً قبل كنت أتابع فقرة البرنامج كان عندي علم بفقرة جاكو وكنت أحسب متى تجي والله. الله لأنك تعطينا. والله حاتم يستاهل صفقة. الله يسلمك. يا أعدادك فون 10,000 نقطة الله يرحمه أسلم. كنت أنت والله تعطينا جو. اي والله فقراتك انت تعطينا جو فيها وما شاء الله تبارك الله. انا قبل شوي نسولف انا وحمد فيك بالعلم الطيب. الله يجزاك ما شاء الله من دخولك كاريزما مقدم فانا اهنيك واصفق لك. الله يرحمه والديك تعرفك طيب. الله يجزاك تستاهلون الطيب يا حبايبي. طبعا الفقره باذن الله بتكون حماسيه جدا مع كل ضيف. ترى بيطلع منكم 5 متسابقين تنافسون. 5 متسابقين انتم تراكم بتفيدون مجموعتكم. انتم اللي بتجيبون النقاط. البث بيكون لشخص واحد. إذا ضاع صقر من الصقور اللي بياخذها المتسابق اللي بيفوز معنا بالتصويت ترى المتسابق اللي في المركز الثاني هو اللي بياخذ الصقر أو المتسابق اللي بيجيب لي الصقر هو اللي بياخذه. يعني أنت يا حاتم أخذت صقر حلو فزت التصويت الأول. جاني مثلا عبد الله الزهراني في الفقرة الثانية هو اللي جايب لي الصقر. راح بحسب عبد الله الزهراني. يعني صقرك حاول انك تحافظ عليه في البرنامج كامل. حلو. ايوه نهايه البرنامج اللي بيجمع اكثر صقور ترى هو اللي بياخذ الصقر. يعني ياخذ صقر ودسه. ها؟ صقرك حافظ عليه. لا تخليه يروح. حقك لا يروح. اسلم يا دغش. يعني حافظ على صقرك وتصقر. دغش تصرح انت الصقر ولا؟ بنصرح لكن خلي مساعد يبدي علمه ظني اني طمرت عليه. اسلم اسلم يا مساعد. لا والله اتكلم دغش. لا والله نتكلم انت وياه. ابشر بس سعد. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اتكلم دغش. اولا يا طويل العمر والسلامة حضورك جميل يا سلمان. كلامك طيب ودخوليتك يعني يشهد علي الله نحن فرحنا بها. ثالثا ان شاء الله ان الاول اهلنا باراده الله الواحد الاحد. كفو يا دغش. كفو يا دغش. ممكن دقيقه عبد الله المساعد عنده مشاركه. ابو ملهي اسلم في مثل شو يقول؟ اللي بيعرفه بيعرفه. ابو ملهي ليش لازم توقف؟
اني عشان تسمعني نشوش راسي والله نشوش راسي شوي ويطلع ابو لهي اللي ما يعرف الصقر يشويه الصقور الصغار والكبير ذا بناخذها كلها كلها ونجم الجمهور المركز الاول المركز الثاني المركز الثالث وكل شيء يعني متكوش على المراكز كله ابو لهي ابو لهي يطلع بيها يا ابي احنا ما نصرح احنا نفعل كفو 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 يا حتوم ناصر جمالك صرح كيف دقيقة استاذن منه عبد الحسين بي الله معوي يا اخي هذا اللي يحب تلعب من النسخة يا اخي شكرا يا عبد الله شكرا كنت ابغى الاول في البرنامج طيب ليش طالع هنا طالع كاميرا لا دقيقة انت طالع كاميرا لا ابغى اشيل الكاميرا هذه منه الكاميرا هذه اشيلها من عبد الله من يوم يلا صل هيلا بدون كاميرا يلا هيلا مش كامل الحين انا ابغى هذا ما ابغى الاول ابغى هذا انا كنت فيه والله عشان كنت فيك يا عبد الله يا عبد الله والله الاول طيب طب انا ابغى هذا عشان سلمى اسمح لي دقيقه انا واف طبعا يا شباب عبد الله عرفه عن طريق برنامج قبل كنت عارفها من قبل يعني برنامج في التطبيقات بنذكر اسمه استاهل لبيه فلاح يا بعض حط على فلاح يسر لي يقول لي انتهى الوقت طيب يا فلاح اوكي دقائق وطالع دقائق لا 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 اجلس خلاص يا فلاح شفته نعطيك من ريالك عندنا ساعه الله يرحم والديك اسمع عبد الله كنت عارفها قبل انا يوم شفته على الشاشه والله اني انبهرت قبل لا تدخلون البرنامج بيوم اتصل علي تكلم عن الحلم اللي حلمت والله العظيم اني تكلمت اني حلمت اقسم بالله اني ما زل في حرف ان سلمان قال انت مو راح تدخل البرنامج انت راح تاخذ الاول والله انا قلت كذا كيف كفو ما ادري متابع بثي انت قبل لا ترى والله العظيم استاهل لطيف والله استاهل طالع عبد الله استاهل لا بس كيف جيت على بالك كيف عشان رياضي يعني ولا هو ملاهي لا لا والله اني قلت لا قلت لا لا والله اني قلت لك قبل ما ادخل برنامج والله العظيم هو اسمع لا لا ادري ما ادري ايش يصير ممكن لا انا مفسر انا الحين الله يرحم والديك الله خصم 500 ريال لا تخسر انت جميل يا سلمان اي بيض الله وجهك الله يجعلك فقره تفتح لنا 500 لبيك دقيقه نواف قبل بالله يا سلمان بما احنا فرحانين بجيتك وكذا كلمنا اخوك راكان رخص لنا لسره لك عارف ايه لك وش تبون؟ وش تبون؟ ابو ملهي والله احنا مشردين تكفايه يا ابو ملهي والله احنا عايشين بعيشة بدون سرايف والله اني ادق عليه ما نسمع وش تبون يا تكفى يا سلمان خليه يتفاهم معنا ابو ملهي خليه يتفاهم معنا نبي واحد ابي واحد منكم يجي يتكلم انا بلا سجل له فويس اسلم السلام عليكم اسعد الله مساك يا ابو ملهي وش حالك طيب المره اللي فاتت لا بتسولف لا ابو علم ليش صرع قل له ابو ملهي لعل عندك شغله ذاك اليوم لكن والله احنا مشردين في القريه وكلنا مرضون والله شنو نون قل ميم قل منديل منين ها والله يا راكان تكفى يا ابو ملهي لا اعطى اثنين سرير واحد وش تبي واحد بطانيه واحد بطانيه بدون كاتشب فيس واحد ثاني وش تفضل ابو ملهي طالبين الله فوق طالبينك بس بسبعة بعد يا بصرك بحسبني ميت يا غبي راح ارجع 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 هذا واحد عنده ها يلا ما ادري يا بصرك ذبحت المساجد ذبحت المجالس تكفى ما ادري يا بصرك تبي تكلموا الوالد بعد ما عندك ما ادري بس طيب يا شباب حسن من اليوم لبيك نسيت تبي خلاص دامك نسيت نخلي ولا ما راح نخلي شوي اسلم لا لا اسلم لا والله اسلم كيف تجيب حلمكم الله يرحمه شكرا لا تعوذ من لبيه ترى والله كل ما طلعت يم الصاله قلت تقول لاجئين والله العظيم اكسروا الخاطر خلاص ابشر تكفى بكلم خلاص والله ركان والله تقول لاجئين لو تجي الفجر تقول لاجئين تلقاهم خلاص على خشمي اجي الحمد والله لا انا زعلان هذا انا معطيك مجال سبع مرات صفقوا ابو ملهي
طيب يا شباب نبي دويتو. ايش اسمك؟ المعذرة والله العظيم عيال ما نحافظ اكثر اسماءكم. فيصل بالنيار. ونعم يا فيصل. معلك فيصل وش فيك كذا هادي اليوم؟ ترى انا اتابعك اشوف لك لقطات ما شاء الله حرك بس اليوم هادي. اليوم كله مو بس الذقن. لا ان شاء الله تبي تشوف اللي يصير. طيبة من وين؟ من الطايف. ونعم شو تقول كلمة لهالطايف؟ والله اقول ان شاء الله ابشروا باللي بيض وجيهكم يا اهل الطايف. كوفو كوفو. معلك جو. كوفو. معلك جو. مصعب. ها صفق له في تصريح شيء مصعب ولا لا؟ ها في تصريح ولا لا؟ صريح. دقيقه ترى ما اخذت من الشباب كلهم كلمه قبل الفقره. اسلم يا مصعب. باذن الله الواحد الى احد اني اخذ الاول. الله تستاهل. خلاص على اقوى تصريح. اسلم يا راعي سلطان تركي. والله تركي ما عنده ترى والله العظيم ما عنده. واحد اثنين على طول طنع. الصقر حلو حلموبه. كلم عبد الله الزهراني. اسلم يا ماد. يصرحون لكن الصقر ان شاء الله بودي له الحويه. وين تودي الصدي؟ بودي له الحويه ان شاء الله. حول الطايف هناك. ايوه الطايف الحويه. ابو نياف ترى حول. الحويه وان شاء الله المخذه هو اخذته انا. يا سلام يا عمري يا حلو. يا راكد ما اخذ منك الحلاوه. العائله بيدق اليوم بعد تشوف. انت فتح اتصالات على طول بيدقوا. لا ما مقفلين مقفلين حبيبي. اسمع تبغى تصريح ولا ايش تبغى؟ اللي تبي. اول شيء شكرا لوجودك معنا هذا اول شيء. حلو لانك تضيف المكان حلاوه فوق الحلاوه يا ابو ملح. يا سلام صدق والله طاقه ايجابيه روح متجدده حضور كاريزما كل شيء ما شاء الله عليك. المراكز وهذه والتصاريح ما بتكلم اقول انتظروا انتظروا بس انتظروا انتظروا. كفو 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 كفو. خالد الحجري انا مشارك. انا ابو من نبدا العمار. ابو سعد. اسلم ابو سعد. ترى مع دفتر كان يراجع قبل. مرحبا بكم الله يسعدك ابو مهدي. الله يبقيك. انا سعيد اليوم شفتك والله. انا سعيد. الله يحييك والله انا فرحانين بك والله. الله يرحم والديك. مرحبا بك مليون ثاني. نقول الاول لنا الله يرضى لي عليكم بس. الله يبارك فيك. اخونا من سلطنة عمان خالد يا مرحبا يا خالد. رجع من اليوم الله يرضى عليك. هذه قلت رجع. لا سرع. اول ما دخلت كنت حاط في بالي اني باخذ الاول لكن من دخلت وشفت وجوه الغان والاداء اللي اشوفه قفل ابو لفي. لا 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 الله يطول. الله يطول. الاول له الاول له الاول له الاول له. اطلع يا خالد يا ابا العظمه دي كلها. يا خالد يا ابا اسلم. صرح. صرح. ان شاء الله اقول بعون الله ان شاء الله بشل الناموس لسلطنة عمان. يستاهل يستاهل خالد. اسلم اسلم بيه. كفو الصقر ان شاء الله لا طويل. ما ادري ايش بس اللي بيكلم صوره من جميع الشباب عشان اباخذ من كل بجي كذا بالدور. طيب اسلم الله يبقيك. هرجوا اخوياي والله يوفقهم لكن كان من الحيين نجم الجمهور وهذا هنا حي فخ ابنتي من دون قصور فيكم على الصدام الجميع. ما اخذها ما اخذها ان شاء الله. تستاهل تستاهل الله يجعل فيك التوفيق. فيصل ارحب يا ابو ملاهي. الله يبقيك. اول شيء صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. حضورك جميل. ايش تراك الساعه 12؟ فقرتك قال الساعة 12. فقرتي عاد. اي لحظة. اي لحظة. ابى اتاكد نشوف الساعة شغالة ولا لا. المغرب الساعة. يقول زي اللحظة. زي اللحظة. ليه؟ ايش اشتري لك سموت؟ كم هي؟ وش يعني ذبة ولا هو يسأل بس يسأل. الحين اضحك ويعلمني ايش تسوي. الشاشه بكسر. ما فهمت يا غبي. طيب احبك. الله يلاف يو. بقول لك يا ابو ملاهي دقيقه يا عيال عندك. خليني اخذ من كل الشباب كلمه بجيكم عليكم امبر. سريع يا مصعب. اسلم اول شيء صبحك الله بالخير. مرحبا والله ومسهلا. حضورك جميل ادائك جميل. انا ما اقيمك بس يعني والله احنا مبسوطين جدا 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 بوجودك. الله يرحم والديك. الشيء الثالث من غير قصور في الجميع
الا الله كاتب اللي احنا نبيه بناخذ، واللي الله كاتبه بيحصل، لكن تصاريح ما ما ما, ما راح اصرح اي تصريح. أنا الميدان يا حميدان قدامنا بعد باقي 85 يوم. الله يجعل فارك التوفيق يا رب. الله تستاهل واخوياك كلهم يستاهلون. وياك يا عيال، المعذره اخذتها بعشوائيه شوي بما ان الفقره اليوم ريالتي وريحيه وشرح فقره. في احد ما اخذت منه كلمه؟ انت منه اخونا. ما اخذت منك قصيده وكلمه على الخشم. طيب بجيك. اسلم. يا هلا ابو ملهي. اسلم. دخولك والله افرحنا كلنا. الله يرحمه. ولكن اقول الصقر انا باشل حلي احلى والي حلي، والصقر انا باشل حلي احلى والي حلي على الصدف. الله عليك تستاهل. اسلم. ما تشيل لا والله. لا يا ابو ملهي كفو كفو والله يا كلكم، والله يا كلكم طبقوا الحكم كله. كفو كفو. اسلم. الله يبقيك. اقول الاوائل ملكنا ما لا حد فيها لزوم. كفو كفو. قد يا شباب ابو لبن مجدد عندك كلمه. اول شيء امرين انا قلت بعد قصيده كلام، لكن اللي شباب ما سمعوها وليست لي، لكن ناسب وجودها مع كلمه صقر. انا مع الصقر الموجود. يا سلام. هذا الامر الاول. الامر الثاني تبي تصريح؟ إن انتصرت أصير للنصر تذكار، وإن انهزمت أرفع مقام الهزيمة. الله. لكن أبشر بالخير. كوفو كوفو يا أبو. الله يكفيك طعمك. شباب قبل الختام الصقر بحدده. أبشر على خشمه. قبل الختام الصقر بحدده تصويت جمهورك وحضورك أنت يا المتسابق. البرنامج جدا قوي، مكسرين الدنيا. الهاشتاج ترند الأول مشاهدات، والله يا عيالنا بدون مجاملة ما شاء الله تبارك الله. قليل برامج في البداية توصل هالعدد من المشاهدات. حافظوا على رتمكم، رتمكم فوق وأنتم فوق. والله العظيم إني أقولها صار، ما أقولها مجاملة. مجهودكم والله. أني الله يرحم والديك، والله أني ما أقولها مجاملة. البرنامج قوي، الله يرحم والديك. كفو كفو. ما قدمنا شيء للحين. كفو يا عيال، وأنتم ما قصرتوا. وأقسم بالله العظيم إنكم مبدعين بمعنى الكلمة. عيال رتمكم لا ينزل. حافظوا على قوتكم، حافظوا على التكاتف فيما بينكم. أنا أشوف روح حلوة، أشوف نسخة جبارة. الله يجعل فالكم التوفيق. قبل الختام شكرا لكم، أنتم نجاح الفقرة يعلم الله أني أقولها صادق. شكرا للمشاهدين الكرام. كاميرتي ما أدري أي كاميرا لكن أتوقع أن هذه. مشاهدين الكرام شكرا لكم. هذا ختام فقرتنا اليوم اللي كانت بس شرح، لكن الوعد الأسبوع الجاي في تحديات مختلفة مع ضيوف بإذن الله بيسعدونكم. الله يجعل فانا فاكم التوفيق. تصبحون على ألف خير. مشيع سلمى جاكم، سلمى جاكم، سلمى جاكم، سلمى جاكم، سلمى جاكم، سلمى جاكم، سلمى جاكم. ما ينثني عزمه على المجد مره، يستاهل اللي
عجيب. سلمان جاكو 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 سل